محمد سك الباب معك الله يسعدك. لا 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 سك وين دبل. هلا ابو مسوى ارحب والله تهمك واجد والله مكان مرعب صدق. ابدا بك في الاول ولا الثاني اختر والله اللي تشوفه. طيب التهمه الاولى لم يستطع عبد الرحمن مساوى مجارات المتسابقين فبان الغل اللي في قلبه الى ان ظهر عبد الرحمن مساوى في اكثر من مشهد في الرياليتي وهو غاضب ومتنرفز ولا يحسب اي حساب هوا ما هو بهوا فوق البث تحت البث متنرفز 24 ساعة بشخصية ما شفناها من قبل. ليش؟ شوف الأصل أن الواقعية يمر الإنسان في جميع حالاته حزن ضحك جوع عطش كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. فأنا أشوف أن أنا الشخص الوحيد الذي ظهر في جميع تقلبات المزاج. ما هي واقعية يا أبو مساوى أنك طيب. تجي وتفصل على أخوياك ما أدري هل هو زي ما قال في التهمة إن شيء في داخلك وظهر أو إن عبد الرحمن مساوى يبغى يقول يا ناس شوفوا أنا شخصيتي قوية على حساب أخوياه اللي يغلونه ويعزونه. لأن ما نذكر إنك يعني زعلت على شخص بينك وبينه حواجز أو شيء أقرب ناس لك تفصل عليه هل عشان بيمشونها لك؟ لا هذا دليل إنه شيء طبيعي اللي صار مني ما هو حقد ولا غل. يعني أنا ما ميز شخص عن شخص حتى الناس الطيبة وقريبة مني فصلت عليهم صح ولا لا؟ لكن البعاد ما فصلت عليهم. البعاد؟ ليش؟ لأن عبد الرحمن مساوى يبغى يظهر الشخصية أني أنا قوي على أنا زعول وبحطها في أخويا القريبين لأنهم يحبوني وأحبهم وبيدمحونها لي. بس عمر السيد أنا ما أحبه ولا يحبني. وتفاصلت أنت وياه. نعم. وما اللي هاجمك على الموقف؟ كيف من هاجم الموقف؟ اللي وقفت في صف عمر بن السيد. اللي وقف إيش؟ اللي وقف في صف عمر بن السيد ضدك. ابو معيان؟ لا ما ابو معيان. اغلى شخص عندك من امك. الوالدة تقول لي لا تقرب لا تقرب عمر بن السيد. بس انا بررت الوالد الموقف هذا وكان موقف تركيبه موقف على موقف. انت كنت تهاوج مع خماش ثم وجهت علي انه ما احتاجك فقلت ايش عند عمر البخات. طيب انا اقول لك شيء انا عمر بن السيد ترى ما كملت كلامه. انا عمر بن السيد نعم لكن تسلسل في التهم. شوف أنا عندي تسلسل في التهم. أنت ما خلتني أكمل كلام. فيه مشكلة أنت معك عظيمة مع الشباب. إيش هي؟ اللي هي مشكلة الوهمي وتكلمت عنها كثير. الوهمي يشترون بالوهمي مشاكل الوهمي التصويت وهمي. هل أفسر هذا يا عبد الرحمن مساوى إنه من الغل اللي داخل عبد الرحمن مساوى؟ هل أخويا؟ لا ممكن. شوف أنا ممكن طقطقات كثيرة فهمت فما أذكر إنه مثلاً دققت على الموضوع هذا. ممكن أكثر واحد دقق في الموضوع هذا أبو معيان. أبو معيان وعبد الرحمن مساوى. أبو معيان هذا شغله صديق لك. عبد الرحمن مساوى متسابق. طبعا ممكن أرد على الموضوع الأول بس والله صعب. لا تفضل خذ راحتك. طيب ممكن أنا ظهرت بشخصية ممكن 3 أيام أو 4 أيام ممكن ما عجبه لا القريب ولا البعيد ولا الصديق ما عجبتهم الشخصية هذه. أنا تمر علي بعض الطقوس للأسف إلى الآن. يعني أنا جالس أعالج الموضوع هذا وأعترف فيه أمام الملا يعني أنا جدا يعني واقعي ولا أخاف من أي ردة فعل أسويها أو طيب إني أتحرج منها. أبو مساوى أتمنى خلني أكمل أتمنى طلبة غلط والدك تفضل. طيب فأنا تمر فيها حالات عصبية بعدين أنسى نفسي لكن في الأول والأخير أرجع أعتذر والنفسية هذه يوم تطلع الكل يكرهني الكل بلا استثناء. ما ينفع الاعتذار إذا كانت الفصلة على الهواء والاعتذار تحت الهواء ما تنفع. فصلت في الهواء أعتذر في الهواء. فصلت في الهواء أعتذر في الهواء. وأتمنى من عبد الرحمن مساوى لا مو بس ما عاد يظهر هذه الشخصية في الهواء. والله راح تظهر مرة ثانية طبيعي طبيعي ها شخصيتي الطبيعية يوم ظهرت طبيعي قالوا ليش أنت تسوي كذا؟ عبد الرحمن مساوى عيوننا مساوى شخصيتك الطبيعية لا تمارسها مع عمر بن السيد ممكن وأي متسابق ثاني. لا أجد لذة مع عمر السيد إني أمارس هذا الموضوع إني أستفزه ويستفزني لأن أشوف إنه في دوتو في قوة وفي قوة ما أحب إني أستخدمها مع ناس يعني. شكرا لك يا عبد الرحمن مساوى. شكرا لك عبد الرحمن مساوى. واستنتجت من كلامك عنوان عبد الرحمن مساوى جلس فترة متصنع ما قدر إنه يكمل على التصنع وبان شخصيته الحقيقية. عبد الرحمن الطيب الحبيب الشخص القريب من الجميع ظهر عبد الرحمن الحقيقي في آخر أسبوع عند عمر بس. شكرا لك أبو مساوى عفوا يعطيك العافية. يا بخيت يا بخيت
أروح ولا أنسجل؟ لا روح روح. ما أنسجل يمكن الضرب أنا وأنت. أنا ما عاد فيها حيل. والله قمت خوف. شكك متعبان. قمت لا أثق فيك. تعال يا بخيت.